البحث عن وقف التدهور الأمني في غرب دارفور مستمر، والوفد السياسي يكثف لقاءاته بالمكونات المحلية في الجنينة وسط دعوات للنازحين للعودة. أي زول قاعد في بوباية حق الزول دنقر بوباية، ها بوباية تعرفوه كلكم، الدنقر والبوباية أسمى سقفتوا نسيتوا الدنقر والبوباية كويس؟ كم بنيت عمارة تقوم منها؟ أن أي زول دار يرجع منطقته، دار يرجع منطقته مسخط راسه الجبال ولده وربه فوقه وجده وجد جده ورجعوا لنا، أنا بنحميهم بقوة مشتركة وبنحفر لهم الموية وبنعمل لهم مركز الشرطة. قسم من المجتمع المحلي ولا سيما الشباب يشككون في فاعلية الإجراءات الحكومية لجلب السلام وعودة النازحين. ما بكون في سلام من دون عدالة بالمناسبة. أي سلام عشان يتجسد مفترض يكون في عدالة اجتماعية، عدالة حقيقية، يكون في محاكمات وطنية داخل وفي محاكمات خارجية، لأنه هم كان سبب الاضطراب وسبب الأزمة داخل البلد دي. السبب في أنه النازحين ما قادرين يرجعوا لغراهم، لأنه كل ما يرجعوا لغراهم قاعدين يتعرضوا لنفس المشاكل اللي قاعدة تحصل. حصل مرات عديدة يعني رجعوا نفس المشاكل حصلت والتاني رجعوا جوجو. حسي حالين أنا ما في أمان، انا شخصيا ما في امان بدوافين وحكومه، ما في امان. انا خايف من الحكومه بذات نفسه، الحكومه بذات نفسه هتشاشي كل خطر عليه. وفي كل الاحوال ورغم تفاؤل البعض يرى اخرون ان المنطقه ما زالت معرضه للاشتعال. حصيله الدمار نتاج الاضطرابات لعقود تحتاج جهودا مضاعفه براي الكثيرين لتعود دارفور سيرتها الاولى واحة للسلام والطمأنينة. خالد عويس، إسكاي نيوز عربية، الجنينة، غرب دارفور.